وحان إذن هينا شاكو قصل بلن اللوغو مقع داري عادي إسكاديك وإري هادا سعدو مقالة دا معنا أو كش عصن عادي إسكاديك خوفك على إيسا عسكونا عادي متيد عادي إسكاديك مركا إن عادي إسكاديكو عدالة دا إماهي يورتو إن عادي عادي إسكاديكو عدالة دا إماهي هادي علاش لي واحد إسكوكو هايو oo lamadii isla fadhiiso lamadii isla taagan labadii jiiraan ee lamadii isqabto lamadii isku xigto lamadii kala xigto lamadii isku xigto hadii caloosha leh oo liskaga xumaado cadaalad ma imaanayso col jeed leh dhaca ilma adeer isku uur ahayn ma idiisa karaan markii waxaan leeyahay Soomaali ween dhamaantiina caadi iska dhiga aniga naftirkeyga caadi aan iska dhiga aashi geela naftirkeed caadi aan iska dhigto وهاي نوح جلايا ولا شيء أنا أم أبي دينا عشق يلي دا وش ها وعن أما كسر دوا هذا دا الشيء كير أولي رادو صاحب عادي سكديك صاحب عادي سكديك وحي هاي الشيء كسر سن شن ويل أول على شن تويل أول على وحي هو يوين كذا كل الدونا وحي هاين كلا بحر هاين وحي الدجناين مال أبارة وحي كت شذين إن يجوران برم برواقة مرك مرك السهميين بروح أويار هو يوين كود مذول بدبر كتابت وحي كير هو يمشي لو جور الدونه أو برواقة وحي إن كربنا إن برم وفي عن آدم حوا هاي نص هنسا وحنا ولي بإذن الله يهبي ترهايو برن كاس وينو أفر شروط الله هذا وينو صنعان برن دقة أو سنة كودن لو الدقناء وينو يهي برن رماس اللي وحولو مركي هبين كي سوك عان حولو كما يرعدان وان هو يهين اللي هذا هاي قيد وينو الله هرسطو حولها إيه مرتدى ينو هرسطو مركي الشيء كذا انت آنا نقنانت كيدا قارن وحان شعلان لها waxa badan baa la fadhiyay dadku iska aaminsan yahay laba qof oo kasta oo is aqfadhida inay isku soo jeensato oo dhoolaha cadeeyso oo yiraahdo saaxib caadi iska dhig saaxib caadi iska dhig waa ma santihiin أعرف مكروفك إن كشف مدعوين الشريف حسن إيه مدعوين عبد الولي عادي إسكما نيجي ولي وأي هاي وما تنتهين شاكة أنت يا دي الضمبي أعرف مكروفك إن كشف مدعوين الشريف حسن إيه مدعوين عبد الولي عادي إسكما نيجي ولي يلا ورر حنقة ددوينها يا إسلام أحمرين تاسو والول اي والبهار آد اي آد افر بضان كو ابورتي شعبي وينها سوماليات يو انكا ادنا موشن كي عمل ما نقاط انتن كا دعوونا اذيقان يو انكا وحو سميي ديسين ابو خطر ديسين ان علنك سوماليا نيدر بان هوري وقلي نيدي دو وامل هدي آل صنخن علن كيغا نورو وحيو كنمت قلي أبو انت عركة واي انت نحدقي واي شان تحدق واجدين بفت عملي وعداي بفتو اكم واك عداي اكم علن كاين علن كقروح بدن أدونك مسورنا والله بالله كوه كلا جير جير وحاج جدود جالو أجار بلوك وحاج كوه بلوني كوميسي ورن كوه خادة كوميسي ورن يو إنكا وحو سميي ديسين إن علن كاين الصوماليا أو كديجو لبا خيب إيو لبا شن خيب واي مكتئ شن خيب واي فيري لبا خيب إبر بلوك اسمري بلوك ماي مينينغ ميا مينينغ إلهي باري واي لما قد إبرنا وعسك ديجي عد أنتي تجاه لما الغاب أو أس لما الغاب إبر أسبلو كديجي أنتي سجستي أنتي كبيرن أيه أيه أدن علن كي مال سوكلي
لكن وحي هاتي هاتي يري مدح وينها ومدى الصوماليات مدن حسن شيخ ايا وحو يري على انك الصوماليا اد بدلي كرتم الله ومخدس واستانتينا مدح وينها ومدى الصوماليات ايا وحو يري على انك الصوماليات ابدا ما اقول انا يي الا بدلو مدن مدح وينه آد إي آد إي آد إي آد أياد أمها سنتهي ها وحانو هايو هبي فوق الهبي فارح علي وهلية فارح فليتفضل فارح كما بدل ما يأبوه مدوين كيود دم بيا يا بلشدة سوماليا مدوين كيود دم بيا يا بلشدة سوماليا وحيس لدح مريين علن كسوماليا إلا بدلي وقوحاسي كسوكو شركي هيكسيغا شركة وضا تشيغا هيكسيغا لابدا كوني اللحي طبانك ايا وحال لغو نحاركي بوروين وكو قرانيا هاي عالنكا ودنكا سوماليا حدك تعدانكا ودحذو غطالو عالنكا بلوغا لابا جيس يبر ايا بلوغ لغدقاي لابا جيس يبر نواعد وحا نبيي امرو ميي قوحي كدحجري بلشو سوماليا دوها ان عالنكا لبدالي غرامدا مدوبي qaramada midowdhankeeda markii la weydiiyeyna waxay ku macneysay in calanka Soomaaliya ku soo kordhisay ama Soomaaliya idil bay ku soo kordhisay dhisan cusub wax garadka iyo aqoonyahanada dalkeena Soomaaliya ayaa ka carooday arintaasii foolxumada badan leh oo ay sameeyeen qaramada midoobay kuna sameeyeen guud ahaan wadankeena ujeedada hadalkaygu wuxuu yahay maalmahan waxa suuqa ku jirta in calankii Soomaalida la dhalin rogaayo oo midabkiisii buluug iyo cadaanka ahaa mid ka bedelan lagu soo asteeyay shirkii madasha wada tashiga arrimaha Soomaaliya lagu qabtay xaruntii hore ee tababarka macallimiinta iyo ciidanka Soomaalida ee xalane taasoo nagu ah hadana umada Soomaaliyeed meel walba aan joogno nabar iyo halgaad qarannimadeenii na dhaawac ku ah waxa taariikhiyan aan sadan Soomaalida ay ka warqab asnahay ka warqabna in xaruntaasi ninka loogu magacdaray oo ah geesi Soomaaliyeed ee badbaadiyay calanka iyo jiritaanka Soomaaliya sharafkiisa maanta uu ku jiro ha ahaato in uu naftiisii u huray kana badbaadiyay cadaw calanka Soomaalida iyo qarannimada Soomaaliya jiritaankeeda ku ah caqabad maantana waxa noo muuqatay in cadawgii shalay laga difaacayay calanka ay taladiisii ka agdhow yihiin nimankii shalay laga badbaadinayay Ibrahim waxaan aad iyo aad codkayga ugu biirayaa oo hada ayanta suuqa ku jirta ee saxn qatay maalintii shirka Soomaalida la qabahayay oo 2006 looga hadlayay calankii la yiray wax bedelay ma jiraan waana calankiisi oo la soo suray asagoo rifrif la madaxdi Soomaaliya oo masiirka umadaan ka hadlayso gadaasheeda la soo taajiyay waxaan rabnaa wax cadeyna inay naga siiyaan xildhibaano mas'uuliyiin kale iyo dad badan oo wadaniyiin ah kana danqaday xadgudubka lagu sameeyay calankooda ugu quruxda badan la caalamka ayaa durbadiiba waxay jeexjeexeen boorkii ama dhisaankii ay sheegeen qaramada midoobay inay ku soo kordhiyeen guud ahaan wadanka Soomaaliya inta si kastaba ahaatee marba waxaa soo ifbaxayay Soomaaliya baddeedo la haysto ultima waxay maraysaa calanka Soomaaliya oo qaramada midoobay sheegtay inay design in ka wado laba xidigta dhexda cadaanka ah laba gees iyo bar ayaa buluug laga dhigay laba gees iyo barna cadaan ayaa loo deeyay calankeeniyo cawale caafimaad ku war cawale cimriga ha jiro cawale ciidiya dadka ku ciidano cadowcadka ma goyn kare cawale caafimaad ku war علن كان يا عواله